الأستاذ جراح، أعلن الخبر بشكل رسمي الآن، تحط لنا بس إيش الخطوة اللي حتاخذوها بكرة الصباح؟ اهلا بوجود، اكيد احنا مجهزين يعني ان شاء الله بكره نقدم الاستئناف رسميا الى مركز التحكيم لاستئناف القرار الصادر من رئيس المنشطات، لانه يعني صراحه يعني احنا ما نشوف انه الخط الغير مقصود هذا انه يستاهل انه يكون يعني عقوبه اللاعب 15 شهر. طيب الحالات الثانيه المشابهه لحاله فهد فيها عقوبات اخف؟ نعم، في عقوبات، انا عندي عقوبات صادره من محكمه الكاس تصل لشهرين 4 شهور، نفس الماده اللي في الرسومات اللي مدير البول. في مثل هالحالات استاذ جراح، هل ينظر الى تاريخ اللاعب؟ يعني مثلا اذا كان عنده ايقاف سابق او عنده قضيه سابقه ينظر لها انه لا لازم تغلظ العقوبه؟ لا، ما لها علاقه بالعقوبه الاوليه، هي كل ماده محظوره لها قوانين ولها انتهاكات، فهي يعتمد اكثر شيء على جلسه اللاعب وجلسه الاستماع، انه كيف وصلت هذه الماده لجسم اللاعب، واحنا وضحنا وبينا لجنه النشاطات في الاستماع انه عن طريق الخطا، ومؤكدين على التقارير الطبيه الرسميه، ولكن يعني احنا نقول ان شاء الله، وانا متفائل صراحه ان شاء الله ان ما حتنقص العقوبه باذن الله. يا رب. الله كريم. الاستاذ جراح الضفيري وكيل اعمال لاعب فهد المولد في اول تعليق له على القرار الرسمي الذي صدر بايقافه لمده 18 شهرا ابتداء من تاريخ 28/3 اللي هو كان فيه الايقاف المؤقت.